لكن راه موريتانيا فرحات الشعب المغربي فرحتين، فرحة بإقصاء وإخراج المنتخب الجزائري من دولة الكوت ديفوار، وخا ما فرحناش بقى فينا الحال، ولكن فرحنا لموريتانيا لأنها ربحات لأول مرة وتأهلت لدور الثمن، وتأهلت على من؟ على المنتخب الجزائري. والفرحة الثانية واللي مازال المغاربة فرحانين بها هي مني تزاد الرسوم الجمركية على الخضر المغربية والسلع المغربية، وخصوصا الفواكه والخضار والخاص في الأسواق المغربية. واش فرصكم بأن موريتانيا فرحات الشعب المغربي جوج مرات؟ المرة الأولى مني زاد الثمن ديال الديوانة على الخضرة ورخاص عند الشعب المغربي، وفرحتنا مرة ثانية مني قصات المنتخب الجزائري من الدورة ديال الكوت ديفوار. فرحة اللي قدمتها فرحة كبيرة، وخا دارت واحد الخدمة موريتانية ما عجبتناش، سدات وغلات الديوانة وغلات الرسوم الضريبية على المواد الفلاحية المغربية وبدون مقابل، قال لك سيدي وصلتهم ديال الجزائر. يعني ملي جيت نشوف ونقلب صحار صفطات هاد الجزائر، صفطات شاحنة فيدرالية منتجي الخضر والفواكه بالجزائر أرسلت شاحنة كبرى محملة بأزيد من 17 طن من الجزر. 17 طن ديال الجزر كيديرها حمو عبد الواحد حدانا هنايا عندهم واحد في دينات صغار، كنا مرة واحدة كيخرجوا 17 طن ديال الخيزو باش نفهموا لكم. وكذلك توصلت موريتانيا بشاحنة محملة من الخضر من الدولة الكرغولية تقريبا 21 طن ديال الخضر من الفيدرالية، المهم واحد الفيدرالية، هذه فيدرالية في شكل وهذه فيدرالية في شكل، يعني الجزائر كاملة يلاه رسلات واحد 38 طن في هذه المدة كاملة اللي توقفت فيه الصادرات ديال المملكة المغربية ديال الخضر وما مراتش من موريتانيا. بالمناسبة أعلنت بعض القنوات وبعض الصحف في الجزائر الدولة الكرغولية أعلنت على أن موريتانيا لا تحتاج إلى الخضار المغربية، وأن موريتانيا عندها الاكتفاء الذاتي، وأنها لن تستورد الخضر والفواكه خلال شهر رمضان المبارك. وفين كاين المشكل؟ الشعب المغربي ناشط، الخضر رخيصة في السواق، قضية ناشطة، الخضرة مزيانة، البطاطا نزل الثمن ديالها وزيد إلى طاحت شوية الشتاء وتزور العام، هادشي راه مزيان، ولكن راه موريتانيا فرحات الشعب المغربي فرحتين، فرحة بإقصاء وإخراج المنتخب الجزائري من دولة الكوت ديفوار، وخا ما فرحناش بقى فينا الحال، ولكن فرحنا لموريتانيا لأنها ربحات لأول مرة وتأهلت لدور الثمن، وتأهلت على من؟ على المنتخب الجزائري. والفرحة الثانية واللي مازال المغاربة فرحانين بها هي مني تزاد الرسوم الجمركية على الخضر المغربية والسلع المغربية، وخصوصا الفواكه والخضر ورخاص في الأسواق المغربية، ولا المغربي كيلقى جميع الخضر والفواكه جيدة وفي واحد الجودة ممتازة وبواحد ثمن جد مناسب. المهم ناكلوا ونشربوا والحمد لله ونشكره على النعم اللي عطانا، ونبغي نطلبه في التالي. اللهم سقينا الغيثة واجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا، اللهم سقم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، اللهم سقينا الغيثة ولا تجعلنا من القانطين. خوتي المغرب وصلت حتى لهنا، قولوا امين. خليتكم على خير، بالسلام عليكم، الله يهنيكم.